السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله الفيديو ده هنحل فيه شويه اسئله على الدرس الثاني في شابتر 2 ماجنتيك افكت، لما لوب او سيركلر كويل يمشي فيه الكتريك كارنت. الديسكريبشن تحت هتلاقوا فيه لينك فيديو فيه مراجعه سريعه على افكار وقوانين الدرس ده، يا ريت نشوفها قبل ما نبدا نشوف الاسئله مع بعض. يلا نبدا. اول سؤال: ان ذوز فيجر ا ميتاليك رينج، ادي يعني نمبر اوف تيرنز بتاعت الرينج دي 1، ومديني الكروس سكشن اريا بتاعتها 0.02 سنتيمتر سكوير، والسنتيمتر سكوير هيتضرب في 10 باور نيجاتيف 4 عشان يتحول متر سكوير. الرينج دي كونكتد بسورس ما بين نقطه A و B، ولو بصينا على الرسمه هنلاقي ان السورس ده 1 فولت ومطلع كرنت 4 امبير، وعايز يحسب حاجتين: عايز يحسب الريزستيفيتي بتاع الواير، وعايز يحسب ماجنتيك فلكس في السنتر اوف ذا رينج. طيب الريزستيفيتي ما عندناش ليها غير قانون واحد بس، الريزستيفيتي بتاعت الواير كان الريزيستنس بتاع الواير في الاريا بتاعته على اللينس اوف ذا واير. وانا مصمم هنا او قاصد ان انا اكتب واير 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 عشان ما حدش يتلخبط بين الواير وبين الرينج. طيب ايه الجيفنز اللي معايا؟ مش هلاقي معايا غير الاريا والريزيستنس عايزين نحسبها واللينس عايزين نحسبه. طيب نكتب كده الجيفنز اللي معانا. الاريا كان مدهاني ب 0.02 وقلنا هنضربها في 10 باور نيجاتيف 4 عشان تتحول متر سكوير. اللينس بتاع الواير خدنا قانون اللي هو الان في السيركونفرنس، الان قلنا بواحد والسيركونفرنس 2 في باي في الار. الار هنلاقي على الرسمه ب 7 سنتيمتر، برضه تتضرب في 10 باور نيجاتيف 2 عشان تتحول متر. كل ده على الكالكوليتر هيطلع ب 0.44 متر، يبقى ده اللينس بتاع الواير. ناقص كده نحسب ريزيستنس الواير. طيب لو رحنا في الرسمه هنلاقي معانا الكرنت زي ما قلنا ومعانا البوتنشال ديفرنس، يبقى اقدر احسب الار داش، بس الار داش دي بتاعه الكويل مش بتاعه الواير. نركز بقى، الار في على اي يعني 1 اوفر 4 اوم. لما كان الواير ستريت وبعد كده اتلف في شكل سيركل وتوصل من عند النقطتين دول، هتلاقي ان الريزيستنس بتاعت الواير دي اتقسمت حتتين، والحتتين دول برل لبعض، وتعتبر ان الجزء اللي تحت ده كانه ربع السيركل والجزء اللي فوق تلات ارباع السيركل. فاسلم حل ان احنا نقول او نفرض ان الريزيستنس بتاعت الواير 4 ريزيستنس. ليه 4 ار؟ عشان يبقى الجزء ده ار والجزء ده 3 ار، الواير كله توزع عليه الاربعة ار، ده الربع وده التلات ارباع. طيب يبقى لو جينا نحسب الار داش هتلاقيه يتحسب بقانون المالتبلاي على البلس، يعني 3 ار في ار و 3 ار بلس ار، هتلاقي الكلام ده يطلع 3 اوفر 4 ار. المفروض الايكويشن دي والايكويشن دي بيحسبوا لي حاجة واحدة، يبقى ربع ايكوال 3 ارباع ار، يبقى الار دي بكام؟ الار دي هتطلع 1 اوفر 3. طيب نعوض هنا هنلاقي ان ار واير ايكوال 4 في تلت، يعني ايكوال 4 في 3 او 4 على 3. الار واير دي اللي احنا عايزين نعوض بيها في القانون ده كل الحسبة اللي احنا نحسبها دي عشان عايزين ار الواير. نعوض هنا باربعة على تلاتة، هتطلع الريزيستيفيتي 6.06 في 10 باور نيجاتيف 6، وده اول مطلوب. تاني مطلوب عايز يحسب الفلكس في السنتر. طب الفلكس في السنتر هو جاي من ربع السيركل دي، في فلكس جاي من ربع السيركل اللي تحت دي، وفي فلكس تاني جاي من التلات ارباع بتاعة السيركل اللي هي اللي فوق دي. طيب قانون الفلكس اصلا ايه؟ 2 باي في 10 باور نيجاتيف 7 مالتبلاي ان اي على ار. هحسب الاول الفلكس بتاع الربع وهحسب الفلكس بتاع التلات ارباع ونشوف الاتجاهين، لو الاتجاهين مع بعض يبقى هعمل لهم بلس، الاتجاهين عكس بعض هعمل لهم ماينس.
طيب بالنسبة لربع السيركل، الربع دي هنلاقيها ان هي انتي كلوكوايز، يعني الاتجاه بتاع الفلكس بتاعها اوت، لكن بالنسبة للتلات ارباع هتلاقيها كلوكوايز، يعني هتلاقيها ان. يبقى انا كده بعد ما احسب الفلكس ده واحسب الفلكس ده هعمل لهم ماينس، وده الفلكس التوتال اللي هو عايزه. نعوض في القانون، ادي 2 باي في 10 باور نيجاتيف 7، احنا قلنا الجزء اللي فوق ده اللي هو ربع دايره يعني لان بربع، والاي اللي ماشيه فيه، والار كده كده ب 7 في 10 باور نيجاتيف 2. طب الاي ال 4 امبير دي اما تيجي تتوزع، ال 4 امبير تعالى في الرسمه اللي احنا رسمناها تحت، قد ايه هيمشي في 3 ار وقد ايه هيمشي في الار؟ هتلاقي هنا هيمشي 1 امبير وهنا هيمشي 3 امبير، يبقى هضرب هنا في 3 هتطلع 6.734 تايم 10 باور نيجاتيف 6. طيب تحت برضو هتبقى 2 باي في 10 باور نيجاتيف 7، بس المرة دي احنا بنحسب ال 3 كوارترز، 3 كوارترز الكرنت اللي ماشي فيها 1 ونفس الراديوس، ونحسب الكلام ده على الكالكوليتور هيطلع نفس الرقم بالظبط. دول لما اعملهم ماينس هتلاقي ان البي توتال هيبقى بكام؟ بزيرو. قلنا ليه هنعملهم ماينس؟ عشان الاتجاهين بتاعهم عكس بعض، ودي الفكره اللي قلناها في اخر الدرس اللي فات، ان لو اي واير اتقفل في شكل سيركل، في شكل رومبس، في شكل سكوير، في شكل ريكتانجل، اي شكل، والكرنت اتوصل بين نقطتين فيه، الفلكس التوتال في السنتر بتاع الشكل هيبقى بزيرو. اللي بعده عايز يحسب ماجنتيك فلكس ات بوينت اكس. لو ركزنا في الشكل كده اللي عندنا هنلاقي ان الكرنت ماشي في السيركت دي، والكرنت اللي ماشي ده 10 امبير. طيب هو الفلكس اللي هيحصل هنا هيحصل نتيجة القوس ده او الارك ده ونتيجة الارك ده، هما دول التو اركس اللي عاملين هنا فلكس. طيب لو عايزين نحسب نمبر اوف تيرنز في اي ارك من دول هنحسبها من قانون السيتا على 360، يعني 45 على 360 هيطلع تمن لفة، تمن سايكل، ده بالنسبة لده او ده لانهم الاتنين نفس الانجل بس مختلفين في الريديوس، واحد الريديوس بتاعه باي سنتيمتر وواحد الريديوس بتاعه 2 باي سنتيمتر. طيب نحسب الاول اي واحد فيهم ونشوف الفلكس هنا والفلكس هنا زي بعض نعمل بلس، ولا عكس اتجاه بعض نعمل ماينس. هنلاقي مثلا الارك الكبير ده اللي هو الريديوس بتاعه 2 باي سنتيمتر هيتحسب من قانون برضو اللي لسه قايلينه في الورقة اللي فاتت، ان في اي على ار. طيب ادي 2 باي وادي 10 باور نيجاتيف 7، الان كده كده قلنا بتمن، الكرنت اللي ماشي في الاتنين 10، بس الراديوس 2 باي وما ننساش نضربه في 10 باور نيجاتيف 2 عشان هو مدوني بالسنتيمتر، ال 2 دي راحت مع 2 والباي راحت مع الباي. نحسب الحسبة دي هتطلع 1.25 في 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. طيب بالنسبة للارك الصغير ده هيتحسب من نفس القانون، 2 باي في 10 باور نيجاتيف 7، ال n زي ما هي، ال i زي ما هي، بس المرة دي بقى باي بس في 10 باور نيجاتيف 2 برضه عشان مدهوني بالسنتيمتر، هتلاقي الباي تروح مع الباي هتلاقيه يطلع 2.5 في 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. هنلاحظ ان ده دبل ده تقريبا. ناقص بقى نشوف هنعمل بلس ولا نعمل ماينس. بالنسبة للارك الصغير ده هو كان بيلف كلوكوايز، يعني الاتجاه بتاعه ايه؟ ان. بالنسبة للارك الكبير كان بيلف انتي كلوكوايز، وانتي كلوكوايز يعني الاتجاه بتاعه اوت، يبقى كده هنعمل ماينس. يبقى البي توتال او التوتال فلكس او النت فلكس هعمل الرقم ده ماينس الرقم ده هتطلع الإجابة 1.25 في 10 باور نيجاتيف 5 تسلا، والاتجاه بتاعها هيبقى اتجاه الفلكس الأكبر اللي هو يعتبر انسايد أو ان. In the opposite figure show a very long straight wire that carry electric current I، والواير ده محطوط في نفس البلين مع الميتاليك رينج اللي موجودة على بعد 20 سنتيمتر من اكس، وجاي يقول لي ماجنتيك فلكس في السنتر بزيرو، يعني تعتبر السنتر ده عنده نيوترال بوينت. معناها ايه نيوترال بوينت؟ معناها ان الفلكس بتاع الواير والفلكس بتاع الكويل
هما ايكوال واوبزيت، وهو ده المفتاح بتاع حل السؤال. طيب اوبزيت هنعرف دي عشان نجيب بيها الدايركشن، ايكوال دي عشان نعرف نجيب بيها الانون اللي هو محتاجه. هاجي بكل بساطه اقول له ان البي واير ايكوال البي كويل. طيب البي واير كان قانونها ايه؟ 2 في 10 باور نيجاتيف 7 الاي بتاع الواير على الديستنس، والديستنس هنا اللي هي 20 سنتيمتر، اما نضربها في 10 باور نيجاتيف 2 هتلاقيها بقت 0.2 متر، او معوض هنا ب 0.2. البي كويل هتلاقيها 2 باي في 10 باور نيجاتيف 7 في ان، وهنا عند حضرتك الان بقد ايه؟ واضح ان هي 3 ارباع. طب مش واضح ان هي 3 ارباع معاك، يبقى استخدم القانون بتاع السيتا على 360، وبعد اذن حضرتك ما تاخدش السيتا ان هي 90، خد السيتا اللي قدامها واير اللي هي بكام؟ اللي هي ب 270 على 360 هتطلع 3 كوارترز. يبقى ادي الان ب 3 كوارترز في الاي اللي ماشيه فيها ب 2 على الار، الار اللي هي باي، وبرده هنضربها في 10 باور نيجاتيف 2. هتلاقي ال 2 دي راحت مع دي، وال 10 باور نيجاتيف 7 دي راحت مع دي. هحسب الكلام ده كله، اه والباي راحت مع الباي، هنحسب الكلام ده كله هتطلع الاي ب 30 امبير. يبقى الاجابه يا دي يا دي. احدد بقى هو الدايركشن اي بي ولا بي اي؟ زي ما قلنا ان اما يقول لي 0 ان هي نيوترال بوينت، يبقى ال 2 فلكسز ار ان اوبوزيت دايركشن. الفلكس بتاع الواير هنا كان كلوك وايز، وكلوك وايز ده يعني ان، يبقى لازم الواير يديني الناحيه دي اوت والناحيه دي ان. استخدم ايدك اليمين وطبق امبير رايت هاند رول، واعمل هنا ان وهنا اوت، هتلاقي ان صباعك الابهام مشاور لتحت، يبقى ساعتها الكارنت ماشي من A لبي، يبقى نختار B. اجين احنا هنا كنا متعودين نطبق امبير رايت هاند رول ان انا صباعي الابهام اللي هو الصباع التخين ده اللي هو الثمب يشاور على اتجاه الكارنت، ولو كان اتجاه الكارنت اب مثلا كنت هتلاقي ان هنا ان وهنا اوت، لو كان لتحت كنت هتلاقي ان هنا اوت وهنا ان، صح؟ طيب احنا عكسنا، انا جيت شفت الكويل ده لقيت ان الكويل ده الكارنت فيه لافف كلوك وايز، يعني اتجاه الفلكس هنا مين؟ ان. اتجاه الفلكس هنا ايه؟ ان. يبقى لازم الواير ده يديني في الناحيه دي فلكس اتجاهه اوت، اتجاهه اوت، يبقى بطريقه عكسيه هتلاقي ان الكارنت نازل لتحت من ايه؟ لبي. اللي بعده مديني تو وايرز اي ام بي والمسافه بينهم 1 متر. الواير A في كارنت 4.5 والواير B في كارنت 1.5، وبيقول لي في 1 ترن الراديوس بتاعها 10 باي سنتيمتر، وما ننساش ان دي سنتيمتر هتتحول لو عايزين نحولها، وبيقول لي ان ال1 ترن دي محطوطه على مسافه نص متر من السلك ده او من السلك ده، يعني هي تعتبر في النص بينهم. عايز يحسب الماجنيتيود والدايركشن بتاع الكارنت اللي معدي في الكويل اللي تخلي الماجنتيك فلكس كله بزيرو. طالما الماجنتيك فلكس عند السنتر بزيرو يبقى دي بقت نيوترال بوينت، يبقى المفروض بي او الفلكس اللي هيدوني التو وايرز قد الفلكس اللي هيدوني مين؟ الكويل. طيب يبقى انا لو حسبت الفلكس بتاع التو وايرز هو هو الفلكس الكويل اللي عايز يحسبه. طيب التو وايرز في سيم دايركشن، لو عايز احسب في النص بينهم هعمل ماينس. طيب هو انهي واير هيديني فلكس اكبر؟ الواير اللي فيه كارنت اكبر هيديني فلكس اكبر، لان البي دايركت مع الاي. فين ان البي دايركت مع الاي؟ عشان قانون الفلكس بتاع الواير هتلاقيه ميو في اي على 2 باي دي، يبقى الفلكس هتلاقيه دايركت مع الكارنت. طيب طالما هما في سيم دايركشن يبقى هتعمل في النص ايه؟ ماينس. يبقى هتقول البي توتال بتاع التو وايرز، هتطبق القانون بتاع الواير اللي هو 2 في 10 باور نيجاتيف 7 في اي الكبيره على المسافه اللي هي نص متر، ماينس 2 في 10 باور نيجاتيف 7 للواير الثاني اللي هو الاي فيه 1.5 وبرده المسافه نص، هتطلع الاجابه 1.2 في 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. ده كده الفلكس بتاع التو وايرز
اللي هو هو الفلكس بتاع الكويل. يبقى عرفنا كده ان الفلكس بتاع الكويل برضو 1.2 في 10 باور نيجاتيف 7. نحسب الكرنت وبعد كده ما نشوف اتجاهه ايه. نطبق قانون الكويل هتلاقيه 2 في باي 10 باور نيجاتيف 7 ان ب 1 الاي اللي ماشيه فيها دي اللي عايزين نحسبها على الار، وقال لي ورا ان الار 10 باي بس سنتيمتر، يبقى نضربها في 10 باور نيجاتيف 2. هحل القانون ده بالكالكوليتر هتطلع الاي ب 0.6 امبير. طب اتجاهها فين بقى؟ واحده واحده كده. احنا قلنا اتجاه الفلكس الاكبر هو اتجاه الكرنت الاكبر، يعني المفروض الفلكس هنا ان والفلكس هنا اوت، يبقى الجوه السيركل دي الفلكس بتاع التو وايرز مع بعض اوت، الفلكس بتاع التو وايرز مع بعض اوت، يبقى لازم الفلكس بتاع الكويل يبقى ايه؟ يبقى ان. طب هي ان دي كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ لو لفينا كلوكوايز يبقى كاننا بنفك ولا نربط المسمار. افتكروا كده الرول بتاعت الكلوكوايز والانتي كلوكوايز، كلوكوايز ان والانتي كلوكوايز اوت. احنا عايزين الكويل يبقى ان، يبقى الكويل هيلف كلوكوايز. اللي بعده نزوز الفيجر شو سيركلر رينج، يعني لان بتاعتها ب 1 وستريت واير بليزد في بوزيشن اكس على الشمال هنا ان ذا سيم بلين من الرينج دي، والاثنين فيهم نفس الكرنت. وبيقول لي ان الريزلتنت فلكس دينستي كانت موجوده في السنتر ايكوال بي، ولو الواير اتحرك لواي، لو هو كان في اكس راح عند واي، ميتك فلكس دينستي هتبقى 2 بي ولا بي ولا 0.7 بي ولا 1.38 بي. السؤال ده ممكن يتحل باللوجيك. ايه هو اللوجيك؟ ان في الوضع الاولاني ده هما الاثنين كانوا في سيم دايركشن، يعني هيتعملوا بلس. اما اتعملوا بلس الاجابه بي. طب لو الواير اتحرك بقى هناك وفي نفس اتجاه الكرنت، يعني الواير ده جه هنا والكرنت ستيل فوق، اصبح دلوقتي ان هما الاثنين في اوبوزيت دايركشن، فلازم يديني اقل من البي، فدي الاجابه المنطقيه الوحيده اللي موجوده. طب قدر كان مديني اقل من اجابه، اكتر من اجابه، والاكتر من اجابه دول اقل من 1، احلها ازاي؟ هو مديك كيس وطالب كيس، اشتغل في الكيس اللي هو مدالك. الكيس اللي هو مدالك ان هما الاثنين كانوا في سيم دايركشن، يبقى هتعمل بلس. بي اللي هو مدهاني هتبقى بي الكويل بلس بي الواير. بي الكويل ميو ان اي على 2 ار، بي الواير ميو في اي على 2 باي ديستنس. نعوض الميو زي ما هي، الان ب 1 نشيلها، وادي الاي وادي 2 ار، بلس الميو زي ما هي والاي زي ما هي، اشيل الديستنس، وعايزين هي دي الديستنس ما بين الواير وما بين النقطه اللي نحسب عندها اللي هي 2 ار. ناخد كومون فاكتور ميو اي على 2 ار، هيطلع لنا 1 بلس 1. ايه اللي هيتبقى هنا؟ اللي هيتبقى هنا 2 باي. دي كده الكيس الاولانيه. الكيس الثانيه اما قلنا هيروح الواير الناحيه الثانيه، يبقى بقى التو كرنتس والتو فلكسز ار اوبوزيت دايركشن، ساعتها هنعمل ماينس. طيب البي بقى اللي هو عايزها نسميها مثلا بي 2، هتبقى نفس القانون اللي فوق ده، بس ما بينهم ايه؟ ما بينهم ماينس. فما اخد كومون فاكتور هتبقى 1 ماينس 1 على 2 باي. طب انا عايز اشوف دلوقتي ايه العلاقه ما بين القانون اللي فوق والقانون اللي تحت، هعمل ريشيو بي 2 اوفر البي. اكتب قانون البي 2 اللي هو ميو اي على 2 ار 1 ماينس الكلام ده كله، ونحط البي اللي هي ميو اي على 2 ار 1 بلس 1 على 2 باي. كل الفراكشن ده يروح مع الفراكشن ده، نعمل الاقواس دي على الكالكوليتر، هتطلع 0.725 اللي هي بالتقريب 0.73. نودي البي الناحية التانية بالمالتبلاي هتبقى 0.73 بي. السؤال ده فيه زيه كتير اللي هو يديني 2 كيسز، اشتغل في الكيس اللي معاك فيها داتا، وبعد كده اشتغل في الكيس التانية
وشوف علاقة ما بينهم. غالبا العلاقة دي ان انت تعمل ريشيو عشان تطلع ده ايكوال ده كام مرة. السؤال ده موجود نفس فكرته كتير. لو في اي سؤال تاني عندكم ابعتهولي على الواتساب وان شاء الله نحله مع بعض. السلام عليكم.